ينفق سكان الإمارات خلال العام الجاري 2018 نحو 87.6 مليار درهم على السفر للخارج، مقارنة مع 85.2 مليار درهم العام الماضي بنمو 2.8%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي. وقال إبراهيم الذهلي الخبير في القطاع السياحي في الدولة إن نمو حجم الإنفاق على السفر يعود إلى زيادة وعي وثقافة المسافرين من الدولة، لاسيما فئة الشباب، في قدرتهم على تنظيم رحلاتهم بأفضل الأسعار من خلال البحث إلكترونيا عن أفضل الفنادق والشقق والأكواخ المناسبة، حيث لم يعد كثير من المسافرين يبحثون عن فنادق الخمس نجوم مع توفر خيارات فنادق البوتيك وشقق متنوعة للاستئجار وأكواخ سياحية للاستئجار وذات نوعية ممتازة وبأسعار مناسبة وجيدة. أعلن طيران الإمارات اكتمال وضع ملصق عام زايد على 10 من طائراتها، وكشفت الناقلة عن لفتة التكريم للمغفول له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لأول مرة في نوفمبر 2017 على طائرة الإيرباص A380 رقم 100، وذلك إحياء للذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات. ويغطي الملصق جانبي الهيكل الخارجي للطائرات بمساحة تزيد على 480 متر مربع على طائرات الإيرباص و312 مترا مربعا على طائرات البوينغ. كشفت شركة عجمان للصرف الصحي أن كمية المياه المعالجة يوميا والمستخدمة لري النباتات تصل إلى 50,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، فيما يتم جمع 90,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي من قبل شبكة الصرف الصحي في عجمان وضخها إلى محطة المعالجة المركزية، إضافة إلى 16,000 متر مكعب يتم تجميعها عن طريق صهاريج الصرف الصحي من الأماكن التي لم يتم توصيلها بنظام شبكة الصرف الصحي.